ما يقدر الرجل، ما يقدر. المرأة تقول أخوك هالشكل عمل، أنت ليش ما تعمل؟ الجواب ما أقدر. المرأة تفهم هذا المنطق؟ يفهمون؟ أخوك فعل هذا العمل، أنت لازم تعمل هذا العمل. أخوي عنده مال، أنا ما عندي. الرجل هم يقول المرأة شوفي أختك هالشكل تعمل، والمرأة تقول أنا ما أقدر. البيت يجب أن يكون واحد، الحياة صحراء قاحلة، واحد بعد ما يطوي الصحراء القاحلة ويذوق الحار والبرد والشمس والغبار يدخل في عينه وأنفه وأذنه، بعدين يحتاج يروح إلى واحد عين ماء عذبة يغسل وجهه، يرتاح تحت ظلال شجرة، ينام على أرض لطيفة. البيت هالشكل يجب أن يكون. الرجل يتعب من الصباح إلى الليل، المرأة تتعب، المرأة أيضا تتعب. المرأة معدها حرب أعصاب مع الأطفال في البيت، أطفال يحرقون أعصاب الأم. واضح؟ أنتوا يوم أديروا الأطفال بالبيت شوفوا شنو يصير في حالتكم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح كبد. الحياة كادح، الحياة مو لعب. الرجل يكدح، المرأة تكدح في داخل البيت. البيت يجب أن يكون واحد، أما بيت كله في غضب ونزاع وتشنج، هذا مو بيت، هذا جهنم. واحد من الأخوة كان يقول، سألت واحد شلونك؟ قال الحمد لله جنة. قلت لي ليش؟ قال لأن زوجتي سافرت صار جنة. حقيقة هذا منطق. الرجل هالشكل يتعامل مع المرأة، والمرأة هالشكل تتعامل مع الرجل. عندما تطلع من البيت لو سافر يتنفس الصعداء، يقول الحمد لله افتكينا على قول بعضهم، ارتاحينا. الحياة